كيف أتغلب على مخاوفي؟ طرق التغلب على الخوف. يمكن التغلب على الخوف عن طريق تطبيق الخطوات التالية. الاعتراف بالخوف. يجب على الإنسان أن يتقبل خوفه ويتفهم حقيقة أنه من الطبيعي أن يشعر بذلك في بعض الأحيان. تحديد الخوف. يجب على الشخص أن يحدد المصدر الحقيقي لشعوره بالخوف. كتابة عواقب الشعور بالخوف. يجب أن يعرف الإنسان ما الذي يحدث أثناء شعوره بالخوف وكيف يشعر به، وهل عليه الاستسلام عن أحلامه بسبب خوفه وما نتائجه. كتابة ما سيكسبه عند التغلب على خوفه. يجب أيضا أن يقوم الإنسان بتحديد ما الأمور التي سيجنيها ويكسبها عند التغلب على خوفه، وما الأهداف التي سيتمكن من تحقيقها. استخدام النجاحات السابقة كمرجع. يجب أن يقوم الإنسان بتذكر الأوقات التي نجح فيها وما الذي فعله حتى يحقق أهدافه، وما هي الطرق التي استخدمها للتغلب على مخاوفه. اتخاذ خطوات صغيرة. يمكن أن يقوم الشخص بالقضاء على الخوف عنده من شيء ما عن طريق تقسيم الأمر لعدة خطوات، حيث أنه ليس من المحبذ أن يقوم بمواجهة مخاوفه في محاولة للتغلب عليها دفعة واحدة، حيث أن القيام بالأمر بهذه الصورة يساعد الشخص على أن يصبح أكثر مرونة وراحة، ومن خلال الممارسة والوقت يصبح الشخص قادرا بصورة أكبر على ابتلاع مخاوفه شيئا فشيئا، حتى يقل خوفه تدريجيا بشكل تام حتى يشعر بالثقة. طرق التغلب على المخاوف. يوجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة الخوف واكتساب الشجاعة الذاتية، وهي: تجنب القلق. تجنب القلق بشأن الأشياء الخارجة عن إرادة الإنسان والتي لا يمكنه التحكم بها، وعدم تضييع الوقت في تخيل إمكانيات حصول بعض الأمور السلبية التي تحدث له. تخيل المواقف الصعبة المتوقعة والواقعية نتيجة حصول شيء ما، للتأكد من أن الأمور قد لا تصبح بالسوء فوق المتوقع. وضع البدائل المختلفة التي يمكن عملها عند حصول شيء ما، والتي يمكن أن تزيد من فرص النجاح. الصوت المتأنق.